كنشوفو الحمد لله المعرض كان ناجح اللي جا شنو وعطى الانطلاقه ديالو السيد الوزير وزير ديال الصناعه التقليديه والصيد والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كذلك جا مرفوق السيد عامل الاقليم جا مدير دار صانع لانه هذا مدير دار صانع هو اللي كيكون كيعطي الدعم على مستوى المحلي وعلى مستوى الوطني وعلى مستوى العالمي لانه دار الصانع هي اللي كتدعم القطاع المعارض ديال الصناعه التقليديه فاحنا الحمد لله هذا المعرض كان ناجح بامتياز وبشهاده الجامع وحتى بشهاده ديال السلطات ولا بشهاده ديال السائرين وحتى العارضين المعرض كيحتوي على منتوجات مختلطه من جميع انحاء المملكه وحتى من البرباطي اللي انتم كنشدوا الاخوه البرباطي اللي عندنا معاهم اتفاقيه شراكه على مستوى الجامعه ودارت اتفاقيه شراكه اليوم مع الغربه اللي حقيقه غنصبحوا شراكه غنتبادلوا معاهم سيارات غادي يصبحوا حنا كنشاركوا معاهم تحنا الصناعه التقليديه ان شاء الله اذا بالنسبه للمعرض كيحوي يعني 69 عارض على مستوى الوطني المنتوجات اللي كتشوفوا سواء محليه او جهويه او وطنيه المنتوج كان رائع والصناع كيستافد هو المعرض شنو الدور ديالو هو التجاره يعني كتبني صانع تقليدي كتخلق واحد الجو للصانع التقليدي اولا باش يبدا ثانيا باش يتروج حقيقه انا كنشكر جميع الاخوان وكنشكر الصحافه بالامتياز لان لولا الصحافه لما وصل الخبر الصحافه كنسميهم انا رجال الخفاء يعني هما اللي كيبلغوا الخبر لانه لما كل شيء لما التطور اللي كاين كان لما كل شيء ولا كيتبع الاخبار فشكرا جزيلا للجميع كل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد اللي غيب اللي حقيقه كان نجاح ظاهر ديال المعرض وكنتمناو تكون معارض ان شاء الله في المستقبل وكنشكركم شكرا جزيلا.